طيب عنا سيربريز، عنا سيربريز لإلك نحن عن جد من حدا من طلابك. نو بتوقع تعملوا اشياء بتشيطنوا. خلينا نسمع. صباح الخير رانيا، صباح الخير إلي، صباح الخير لحبيبة قلبي الأستاذة عايدة شلهوب. لما بنحكي عن لبنان ما فينا غير ما نجيب سيرة الأرزة، ولما بنحكي عن الحرف ما فينا غير ما نجيب سيرة جبيل وقدموس، ولما بنحكي عن الموسيقى والفن ما فينا غير ما نجيب سيرة الأستاذة عايدة شلهوب. عايدة شلهوب علامة فارقة بعالم الموسيقى، خرجت أجيال من مطربين وموسيقيين الصف الأول بلبنان. وشو حلو، وشو حلو الواحد يدخل تلميذ على معهد عايدة شلهوب ويتخرج نجم، وأنا واحد من هالنجوم اللي تخرجوا من هالمدرسة، وبعدني لليوم كل ما التقى بعايدة شلهوب بحس برهبة التلميذ قدام أستاذه. عايدة شلهوب أنت مش بس معلمتي بالموسيقى، أنت أم وأخت وصديقة ومثالي الأعلى. بحبك عايدة شلهوب ونهاركم سعيد. ما أسألكم، هيدا ابني الرابع. يعني هيدا بعتقد أجمل أجمل صوت أو من أجمل أصوات الشرق. عن جد ببكيني بيقول لي حبيبة القلب يا أستاذتي. بدي أقول لك كمان وبدي أوجه له تحية لملك الرومانسية. بحب صوته كتير. مسافر بكان بس أصر أنه يسجل هالأوديو أول ما عرف أنه حضرتك حبيبي وأقول حبيبي. أنت أنت حبيبي، أنت بتعرف أنا بروح بحضره وين بيكون عم بغني، وبقدر روح منروح كلنا العيال. العيال وقلت له سنة الماضي أنا بيقول لي أستاذتي، قلت له حشت قلي أستاذتي أنا علمتك بس ولادي دارسينك. خوت قعدوا يغنوا له ويعزفوا، عندي فرقة بالبيت كمان. طيب كلمتين من أستاذة هالبطل بالصوت وائل كفوري عن صوته. صوت وائل كفوري لا يناقش، يعني كان في وديع الصافي، مع احترامي لكل الأصوات اللي بتقلي شيء، كان وديع الصافي يعني نحتار تينور ولا باس ولا يعني، بس وائل على هالطريق عنده الموهبة الصوتية يخزي العين. وبيزعل وائل لما بيغني شي موال مفروض الناس تخوت وما بتخوت لأنه بيكونوا بدون يرقصوا، ومعه حق. وما حدا قال له لك يا وائل يا الله هيدا الموال بتحبني، وشهقت بالبكي. قلته كتير حلو، قال لي مدام يا حبيبة القلب شفتيهم كيف عملوا بدون يرقصوا. وائل صوت لا يناقش. هيدي أحلى أحلى كلمة، يمكن أجمل كلمة. أنا عندي ضعف لصوت. كل الناس اللي بتحس عندها ضعف لوائل كفوري، تحياتنا لإله وشكراً على الشهادة الخصنا فيها. قبل ما يخصك فيها لأنه قايل لك هلا أولادي بدون يخوتوا. عارفين هن نحن منسقين سوا بس كل شيء بينعمل أنا ما بعرف شيء.